طيب في الفيديو ده عايزين نبدأ نتكلم عن الباك بروباجيشن. ايه هو الباك بروباجيشن؟ الباك بروباجيشن باختصار هو مجرد الجوريزم بيحاول ان هو يحسب البارشال سي باي بارشال دبليو، مهما كان دبليو ده اي ويت يعني عندي، بشكل كومبيوتيشنالي افيشنت، عشان ما اضطرش لو عندي 100 ويت احسب اعمل الفورورد باث 100 مره، لو عندي مليون ويت اعمل الفورورد باث مليون مره، زي كان الاقتراح بتاع الفيديو اللي فات بيقول انا عايز احسب الكوانتيتي دي لكل الويتس بشكل افيشنت، تمام؟ فده كل الهدف بتاع الباك بروباجيشن. طيب الباك بروباجيشن بيعمل كده ازاي؟ بيعمل كده عن طريق ان هو يقعد يابلاي التشين رول. ففي الاخر الباك بروباجيشن كلمه مناظره للتشين رول، فهو مش حاجه معقده اكتر من كده يعني. فاحنا هنمشي مع بعض كده ونشوف ازاي الابلكيشن بتاع التشين رول بتاع التفاضل هيوصلنا لطريقه نحسب بيها البارشال سي باي بارشال دبليو بشكل efficient اكتر من اللي كنا وصلنا له قبل كده. طيب عشان بس نكون واضحين، احنا عايزين نعمل ثلاث حاجات اساسيه. اول حاجه احنا عايزين نديفلوب الباك بروباجيشن الجوريزم نفسه، بمعنى احنا عايزين نوصل لايه المعادله اللي بتوصف لي بارشال سي باي بارشال كي لاي بارشال دبليو كي لاي دبليو كي في اي ديب نتورك عندي. فده اول حاجه عايزين نعملها، وده هو الباك بروباجيشن الجوريزم نفسه، ده كده الثيوريتيكال بارت يعني. طيب بعد كده زي ما قلنا 100 مره قبل كده، احنا عايزين نحول كل حاجه لفيكتور فورم علشان ده بيكون اسرع بكتير. فبالتالي هنشوف ازاي نعمل فيكتورايزيشن للباك بروباجيشن الجوريزم. وفي المرتين دول احنا بنتكلم عن وان اكزامبل بس، يعني كانك بتتكلم مثلا ان انت عندك اكزامبل واحد بس، اكس واحد بس، ماشي، هتديفلوب الكلام ده لاكزامبل واحد بس وتحاول تفيكتورايزه لاكزامبل واحد بس. بعد ما نخلص الكلام ده لاكزامبل واحد اللي هو هيكون مجهود كبير شويه، هنشوف ازاي نعمل فيكتورايزيشن للباك بروباجيشن الجوريزم لو عايز ارنه True gradient descent أو batch gradient descent. لو أنا عايز أرن الباك بروباجيشن الجوريزم in a vectorized form على عدد كبير جدا من الاكزامبلز، أو مش كبير جدا، عدد كبير يعني من الاكزامبلز في نفس الوقت in parallel يعني. فده هيكون الهدف النهائي بتاعنا، كان ده هياخد فترة كده، هياخد كام فيديو يعني. طيب قبل ما نبدأ كده بس نحاول نحط شوية notations يعني، أو شوية حاجات كده. أول حاجة مثلا لو أنت عندك نتورك زي دي، هنشتغل على نتورك زي دي، على النتورك دي عشان نحاول نوصل للمعادلات يعني. فانا النتورك عندي كذا لاير. اولا انا بعتبر هنا الانبوت كانها انبوت لاير، بس ده يعني ايه مجرد اختيار يعني. فانا عندي ثلاثه لايرز، لاير واحد لير انبوت، لاير اثنين ولاير ثلاثه. هنسمي الاوتبوت بتاع كل اكتيفيشن او بتاع كل نيورون A، ماشي. فمثلا A واحد ثلاثه ده ليه؟ عشان انا اول نيورون في اللاير الثالثه، يبقى انا A واحد ثلاثه اول نيورون في اللاير الثالثه. طب ده A اثنين ثلاثه، A ثلاثه ثلاثه، فانا هكتب او الكونفنشن اللي انا هستخدمه ان انا هكتب اسم اللاير فوق على اليمين، فده كده اسم اللاير، ماشي. وهنا هيكون مثلا ايه رقم نيورون، او ده رقم اللاير وده رقم النيورون. طيب هنسمي الاوتبوت بتاع النيورون قبل ما ابلاي الاكتيفيشن، قبل ما ابلاي السيجمويد او قبل ما ابلاي الاكتيفيشن فانكشن زد. فانا هقدر اقول مثلا ان A واحد ثلاثه، اكتب بلون تاني احسن، دي شويه كونفنشنز كده، ان مثلا ايه واحد ثلاثه عباره عن ابلاي سيجمويد او الاكتيفيشن فانكشن ايا كانت، مش لازم تكون سيجمويد. والحقيقه احنا هنديفلوب الباك بروباجيشن الجوريزم بتاعنا واحنا مش مفترضين اكتيفيشن فانكشن معينه، ومش هنكون مفترضين برضو كوست فانكشن معينه، عشان يكون جنرال اقدر اغير الكوست فانكشن براحتي واغير الاكتيفيشن براحتي ويفضل نفس الالجوريزم شغال يعني. فا ايه واحد ثلاثه ايكوال سيجمويد اوف زد واحد ثلاثه، خلاص. فيبقى الزد ده هو عباره يعني الزد ده عباره عن ال W ترانسبوز X بلس B اللي احنا اللي هو النيورون الطبيعي يعني قبل الاكتيفيشن. طيب كمان كونفنشن هنا ان احنا طبعا عندنا ويتس كتير ما بين اللايرز، فمحتاجين بقى ايه نوصف كل ويت بشكل يونيك يعني. فهنقول ان احنا مثلا حاجه زي كده هنسميها W 2 1، ال 2 ده هو رقم النيورون اللي انا رايح له، فانا رايح للنيورون رقم 2 في اللاير الثالثه. الواحد ده رقم النيورون اللي انا طالع منه، يبقى انا طالع من النيورون رقم واحد هنا. طيب التلاته دي رقم اللاير اللي انا رايح لها، يبقى اذا انا رايح للاير رقم تلاته، رايح للنيورون رقم اتنين في اللاير رقم تلاته، وطالع من اللاير رقم واحد وطالع من النيورون رقم واحد في اللاير رقم اتنين. طب لو عايزين نشوف مثلا ده نسميه ايه؟ ده كده رايح برده للاير رقم تلاته، فهيبقى W تلاته طالع من النيورون رقم تلاته ورايح للنيورون رقم 3، يبقى كده W 3 3 3. واحد زي ده نفس الكلام، ده رايح للنيورون رقم 2
للليير رقم 2 وطالع من نيور رقم 3 ورايح نيور رقم 3 وهكذا. طيب نفس الكلام بالنسبه للبايس. البايس ده بايس في الليير رقم 2 او رايح لنيورون في الليير رقم 2 لنيورون رقم 3، والبايس مش طالع من نود معينه فبنرسمه كده خلاص، فهو بي 2 3 عشان هو مش طالع من نيورون قبل كده، هو طالع هو في مضروب في واحد وخلاص، يعني هو مضروب في الاكس نود اللي هو واحد. تمام، فده كده شويه نوتيشنز. طيب يبقى اذا هقدر اقول ايه، او قبل ما اقول خلينا نقول كمان حاجه، ان احنا هنسمي الاكس واحد ده هنعامله كانه اكتيفيشن عادي، رغم ان هو فعلا هو مش طالع من نيورون ده انبوت، بس احنا هنعامله كانه اكتيفيشن عشان نسهل، بس عشان نجنرالايز الحسابات بتاعتنا من غير ما نقعد نقول انا عندي حاله خاصه في الليير الاولانيه وحاله خاصه في الليير الاخيره، هنحاول نجنرالايز على قد ما نقدر. فهقول ان اكس واحد ده عباره عن اكتيفيشن واحد واحد اللي هو اول نيورون كانه اول نيورون يعني في الليير الاولانيه، ده هيكون اكس 2 هيكون ايه في الليير الاولانيه والنيورون رقم 2 ماشي. فده بس عشان مجرد جنراليزيشن. فبشكل عام هقول ان الاكس اي اللي هو الانبوت او الفيتشر رقم اي، خد بالك ده مش الانبوت ده الفيتشر رقم اي في الاكس، انا كل ده بتكلم على وان اكزامبل، فالوان اكزامبل عنده كذا فيتشر اكس 1 اكس 2 اكس 3 ماشي. فالاكس اي في الانبوت الواحد عباره عن اي اي 1، فده برده حاجه كونفنشن كده هنتفق عليها واحنا شغالين عشان يكون دايما اللي طالع من اي نيورون اسمه ايه يعني. طيب ممكن نحاول نجنرالايز دي كمان، ان دايما الاي هو السيجما او الاكتيفيشن بتاع الزد، فاقدر اقول بشكل عام ان الاي وفي ال وواحد، مش ال وواحد بقى ال وجي، انا عايزه ان جنرال خالص، جي ده رقم النيورون وده رقم اللاير، فاي وفي ال وجي عباره عن زد اوف ال وجي او سيجما اوف زد ال وجي. طيب لو عايزين نحسب جنرال ايكويشن للزد اوف ال وجي دي او زد ال جي دي نعمل ايه؟ تعال ناخد كده اي نيورون ونحسب الزد بتاعته، نشوف علاقتها بالويتس اللي قبلها وبالنيورون اللي قبلها. ناخد مثلا دي، ناخد مثلا النيورون ده، ممكن نعمله كرقم كسبيشال كيس وبعدين من خلالها نستنتج الجنرال ايكويشن. فده عباره عن زد ايه؟ عباره عن زد 3 مثلا اللي هي 3 ورقم 2، هيكون عباره عن ايه؟ عباره عن ده في W2 1، يعني عباره عن W2 1 لير 3 مضروب في الاكتيفيشن ده، ده عباره عن ايه؟ عباره عن A 2 1 صح؟ ده كده A 2 1 الاكتيفيشن اللي طالع من دي، بلس ناخد ده يبقى عباره عن W رايح ل 2 وطالع من 2 لير 3 A 2 2 بلس W الثالث بقى ده W 2 برضو رايح ل 2 برضو بس هنا طالع من 3 اللير 3 A 2 3 بلس البايس مضروب في 1، فالبايس ده عباره عن ايه؟ عباره عن B اللي في اللير 3 2 عشان انا رايح للراجل 2 ماشي. فده بشكل عام هيكون Z 2 3. طيب لو عايز اجنرالايز ده بشكل عام وانا مش عارف عندي كام نيورون في اللير اللي قبلي، فاقدر اقول ان الزد جي ال عباره عن ايه؟ خد بالك ده كده سميشن، يعني ده كل ما زود عدد النيورونز كل ما ده هيزيد، فده كده هيحتاج يكون لوب بشكل ما لو انا عايز اديفلوب الموست او السمبلست يعني حاجه ممكنه، هيبقى فور لوب، هيبقى عباره عن سيجما اوفر كي، حيث الكي ده ينتمي الى او عباره عن يعني عدد البريفيوس نيورونز صح، لان الاكتيفيشن ده معتمد على عدد النيورونز في البريفيوس لاير، يعني ممكن اقول بدل بريفيوس نيورونز خليها في بريفيوس لاير ماشي. فهلاقي ان انا عندي ايه، نلاحظ بس هنا مثلا 2 2 2 2، فلو ده جي هيكون هنا عارف ان هو دبليو جي. طيب لو دي ال لاحظ ان هي 3 3 3 3 فيبقى دي هتبقى ال، دي ال دي ال زيها ودي دبليو جي. طيب بالنسبه لده ده مره بقى 1 مره 2 مره 3 اللي هو ايه؟ اللي هو عدد النيورونز في اللاير اللي قبلي. فالحقيقه انا اقدر اقول ان انا طالما الكي ده هو عباره عن اللوب على النيورونز اللي قبلي، فاقدر اقول ان هنا ايه؟ كي، ان الكي ده مره واحد مره باثنين مره ثلاثه هيعدي على كل اللايرز اللي قبلي، كل النيورونز اللي قبلي.
طيب تاني بارامتر هنا خد بالك هنا دبليو 2 1 دبليو 2 2 دبليو 2 3 فبرضه ده نفس الرقم ده يعني نفس ده 3 نفس 3 فده هيبقى هنا كي زي ده بالظبط. طيب اخر حاجه انا هنا بحسب الاكتيفيشن في اللاير الثالثه او الزد يعني اللي هو كنا بنسميه كده النت. فانا بحسب الزد في اللاير الثالثه ده بيعتمد على الاكتيفيشنز بتاعت اللاير اللي قبلها يبقى هلاقي ان فوق الاي هنا ال ناقص 1 دي 3 دي 2 2 2 2 او 2 بس ما فيش 2 في الاخر. طيب البي هيكون عباره عن دي 2 فدي زي الجي فدي عباره عن بي هنا ال وهنا جي طبعا ده كده والبي مع نفسها بتتحسب مره واحده بس. اذا بشكل عام احنا قلنا ان دي هي معادله الزد جي ال. طيب احنا كده خلصنا شويه النوتيشنز الاساسيه يعني اللي عندنا. في الفيديو الجاي هنبدا بقى نستخدم الكلام ده عشان نجيب الباك بروباجيشن الجوريزم.